الصبي ذو الشعر الأحمر، حكاية من التراث الفرنسي. ماذا تفعل؟ لا هيا أسرع، هيا حسنا. يا له من ولد بطيء وكسول. كثيرا يا أمي. لا شك أن كاروت خائف جدا. يا له من جبان. قلت له أن يسرع. يا له من ولد بطيء وكسول. كانت عائلة لوبيك التي تسكن الأرياف مؤلفة من 3 أبناء. الابنة الكبرى تدعى مادلين، ويليها فيريكس الأصغر سنا، ثم أخوهما الصغير فرانسوا. كان فرانسوا يعرف من قبل أفراد أسرته بكاروت نسبة إلى لون شعره الأحمر. أبي لقد جاء. مساء الخير يا أبي، كيف حالك؟ مرحبا. أهلا أهلا، كيف حالكم؟ ها؟ كل شيء على ما يرام. لقد أحضرت لكم معي بعض الهدايا. حقا يا أبي، شكرا لك. فلندخل إلى البيت. أبي أبي أبي، هل قابلت خالي في المدينة يا أبي؟ كلا يا بني. هل استمتعت بسفرتك يا عزيزي؟ أخبرني. أوه، لقد افتقدتكم كثيرا في رحلتي. أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا. هذه لك. شكرا يا عزيزي. وهذا الصندوق من أجل ابنتي، خذي. شكرا لك يا أبي. وهذا من أجل فيركس. هل أستطيع فتحها يا أبي؟ طبعا بالتأكيد يا بني. أسعد اللحظات عند السيد لوبيك هي عندما يرى الفرح في عيون أفراد عائلته. يا لهذا العقد الجميل، انظروا إلى هذا الثوب الجميل، وهذا المنظار كم هو جميل. شكرا لك يا أبي. هل هذه هدية كاروت يا أبي؟ قل لي. ها؟ أجل، ولا شك أن هذه الهدية ستعجبه كثيرا، ولكن أين هو الآن؟ ها؟ أخبروني. أنا هنا يا أبي، أنا هنا. مرحبا يا أبي، مرحبا. ما الذي حدث لك؟ ها؟ أخبرني. لقد ذهبت لإغلاق باب الحظيرة، وفجأة انهمرت الأمطار، ولكني لم أشعر بالخوف أبدا. انظر إلى قدميك، ابتلت تماما. ألا يمكنك أن تفعل شيئا على ما يرام؟ لقد نظفت السجادة قبل قليل. هات الهدية، لن أعطيها له الآن. هيا اذهب إلى النوم. ولكني يا أمي. أمك على حق، اذهب إلى غرفتك فورا، هيا بسرعة. ولم يكتب لكاروت رؤية هديته أبدا، فقد أعطتها والدته إلى أبناء أحد الجيران في اليوم التالي. وهكذا كان نصيبه دوما أداء الأعمال الصعبة ثم التأنيب والتعنيف من قبل والديه. ومع ذلك كان هناك شخص واحد يقف إلى جانبه بشكل مستمر. ها؟ ادخل. من أنا لين؟ لقد أعددت لك بعض الشاي، ما رأيك يا عزيزي؟ هيا تفضل. لا أريد شيئا. لا لا، لقد أعددت الشاي من أجلك ويجب أن تشرب. حسنا سأشرب إذن، شكرا. يجب أن ترتدي بعض الثياب، لا أريد أن تصاب بالبرد. لن أصاب بالبرد. أرأيت، لقد قلت لك لن أتمكن من رعايتك إذا ما أصبت بالحمى، وها أنت قد مرضت. هيا ارتدي هذا الثوب. هيا. ماذا تقصدين؟ لقد طردت من المنزل وسأعود إلى بيتي. طردتي؟ أنت؟ مستحيل مستحيل مستحيل. الحق معهم،
لقد تقدمت بي السن ولم أعد أستطيع عمل شيء يا بني. ولكن ماذا ستفعلين يا أمالين؟ سأكلم أمي في الأمر. لا داعي لذلك، فلا أظنها ستعدل عن قرارها. حقا فهي لا تأخذ برأيي أبدا. نعم. وهذا ما يحيرني، إنها تعامل فريكس ومادلين بطريقة مختلفة تماما. نعم يا بني. لقد قال لي عمي مارك بأن أحوال أبي كانت جيدة جدا قبل ولادتي، وبعد ولادة أختي وأخي تحسنت أحواله أكثر، ولكن عندما ولدت أنا صادفت أبي ظروف صعبة للغاية أدت إلى فقدانه وعظم ثروته. لم يكن أحد منهم يرغب بقدومي يا عزيزتي. ولكن ليس هذا ذنبك يا بني أبدا. إلى جانب ذلك فأنا لا أشبه أحدا منهما أبدا، ومنظري قبيح قبيح جدا. لست قبيحا، وأخلاقك كريمة ونبيلة، وقلبك طيب، وهذا أفضل ما في الإنسان. كن صبورا. وبعد عدة أيام عادت أمالين إلى بيتها بعد أن استغني عن خدماتها. وهكذا فقد كاروت الإنسانة الوحيدة التي كانت تهتم به. كانت مدرسة كاروت في البلدة المجاورة، لذا كان كاروت يمكث في القسم الداخلي من الاثنين إلى الجمعة، وكان يمضي تلك الفترة في المدرسة بمرح وسعادة بالغتين. يهو تحطنا ولكن كان على كاروت أن يذهب إلى ذويه يوم السبت. مسكين كاروت، كم كان ينقط هذا اليوم، فهو يعرف أن والديه لا يرغبان برؤيته. بخير. أنا سعيد بكم يا أبنائي. كيف أنت يا أبي؟ رائع رائع. هيا. ومثل كل مرة تكررت خيبة كاروت عند استقبال الأب له. وفي البيت، كاروت ماذا فعلت بالمزهرية الثمينة؟ كان صوت أمه الغاضبة بانتظاره، أما الأب فهو لا يعبأ بشيء أبدا. ومع ذلك كان كاروت سعيدا بقدومه إلى البيت هذه المرة، لأن ابنة عمه أجات كانت موجودة هناك بعد رحيل الخادمة الثانية. فهمت، سحب الماء واقتلاع الأعشاب وإطعام الدجاج من نصيبي، كما علي أن أجمع الحطب وأنظف المنزل. وماذا سأعمل أنا يا كاروت؟ أخبرني. بإمكانك تنظيف المنزل من الداخل يا عزيزتي، وستحضرين الطعام، وسأساعدك على تنظيف الأطباق. أنت تعمل بجد وجد يا عزيزي كاروت. إلى حد ما، فإذا لم أقم بهذه الأعمال فسيكون التعنيف من نصيبي. أمي دائما تصرخ وسوف تعتادين على ذلك بسرعة. وأبي لا يحب الاهتمام بالأشياء كثيرا، وأخي عصبي المزاج قليلا، لذا يجب أن تأخذي جانب الحذر. أما أختي فهي تسولة. شكرا لك على هذه المعلومات، ستعود علي بالنفع. ولكن هنالك طريقة تحمل أمي على محبتك كثيرا. حقا؟ ما هي؟ ما عليك إلا أن تمتدحي إخوتي وتذميني، وبذلك ستحبك كثيرا. أرجو أن ترتاحي هنا. شكرا لك يا كاروت. و
وفي أحد أيام الربيع المشرقة شهدت القرية حفلة زفاف جميلة. كان كاروت يستمع إلى الموسيقى، وإلى جانبه فتاة صديقة تدعى ماتيلدا. كاروت، ها؟ سوف تتزوج عندما تكبر، أليس كذلك؟ لم يخطر ذلك على بالي. ولكنك ستفعل؟ أظن ذلك. ومن ستكون العروس؟ هيا أخبرني. فتاة لها عينان كبيرتان وشعر طويل مثلك تماما، فأنت جميلة جدا. ولكن هل ستقبليني زوجا لك بالرغم من كوني قبيح الوجه وشعري أحمر؟ لا يهمني ذلك، سأصبح عروسا لك عندما أكبر. حقا ما تقولين؟ أجل حقا. هذا وعد منك؟ وعد مني. حسنا، سمعت كل شيء يا كاروت. ماتيلدا تعجبك، أليس كذلك يا كاروت؟ أجل حقا. لا، ولكن لا داعي للإنكار، وجهك ينطق بالحقيقة. لما لا تتزوجها طالما تحبها هكذا؟ أوه، يتزوجني؟ ماذا تقصد؟ هيا سأبدأ الآن مراسيم الزواج بين كاروت وماتيلدا. كاروت، هل تقبل بهذه الفتاة ماتيلدا زوجتها لك؟ عندما تسأل في مثل هذه المناسبة يجب أن تقول نعم. نعم. ماتيلدا، هل تقبلين بهذا الشاب كاروت زوجا لك؟ حسنا، والآن هيا قبلا بعضكما. هيا. ولكن أجل، العريس يقبل العروس مباشرة بعد انتهاء مراسم الزواج هكذا. ها؟ والآن دورك يا كاروت، هيا. مصيبة، يجب أن أهرب. كاروت. كفى، التفتا إلي. ماذا كنتما تفعلان؟ ذا حفلة زواجنا يا أمي. كنا نلعب لعبة الزواج. نعم يا أمي، كنا نلعب فقط. نعم. خذ هذه اللعبة، لا تناسب الأطفال أبدا. هيا اذهبي إلى البيت يا ماتيلدا، وإلا سأخبر أمك بالأمر. هيا. حاضر. والآن قل لي، لما أقدمت على شيء كهذا؟ إنه أخي قال بأنه سيقيم لنا حفلة زواج. ماذا قلت؟ أين هو؟ إني لم أراه، أين ذهب؟ لقد كان هنا قبل قليل. هكذا إذن تريد الإيقاع به، أنا أعرفك جيدا. وطلب من كاروت أن يقتلع الأعشاب عقابا له على ما فعل. ليس لي علم بالأمر، إن كاروت يتهمني، أنا بريء وليس لي علم بالأمر، صدقيني يا أمي. وهكذا لم يصدق كاروت أحدا، وقد كان يعلم بعدم جدوى مناقشة الأمر. مرحبا كاروت. مرحبا ريمي. لم لا تأتي معنا؟ نحن ذاهبون للنزهة. حسنا، أبلغ أمي بالأمر. تريد أن نسألها كي تسمح لك بالذهاب؟ نعم يا سيدتي، أتسمحين لكاروت بالذهاب معنا إلى النهر؟ لن نستطيع أن نفعل شيئا الآن، هيا بنا. هناك. ماذا بك يا كاروت؟ أخبرني. أنا وحيد وليس هناك من يتحدث إلي. أريد أن أساعدك. لا تلمسه بيديك. أرأيت؟ لقد اتسى. أنا آسف. لا داعي. حسنا. أجاد، أمي تدعوك، هيا أني على وشك الرحيل. هل انتهيت من اقتلاع العشاء؟ لما لا تطعم الدجاج يا كاروت؟ سيحل الظلام بعد قليل، ألا تسمع ما أقول؟ لما أنت بطيء هكذا؟ أسرع يا كارول، يا لك من غبي. هيا. أنت لا تفهم، غبي.
يكفي. يا له من مسكين حقا، ظن أنه سيموت إذا ما فعل ذلك. وفي تلك اللحظة كان أبوه مشغولا ولا يعرف ما يحدث. لنحتفل بمناسبة نجاحنا في الانتخابات. هيا سيد لوبيك. نعم، ماذا تريد مني يا سيدي؟ ألا تذكرني يا سيد لوبيك؟ أوه، أنت الأستاذ بايرون من المدرسة الابتدائية. المعذرة، لم أتوقع أن أراك هنا يا سيدي. هنالك شيء مهم أريد أن أحدثك به يا سيدي. ولكن يجب أن أحضر اجتماعا بخصوص الانتخابات الآن. نعم سيد لوبيك، أريد أن أحدثك بشأن ولدك، أمر مهم يا سيدي، أمر يتعلق بابنك فرانسوا. تقصد ابني كاروت؟ نعم. حسنا، ماذا فعل كاروت؟ هل أحدث شغبا؟ أرجوك أخبرني يا سيدي. أرجو أن تقرأ هذا الإنشاء الذي كتبه ابنك. الجميع يكرهني في هذا البيت، أصبحت عائلتنا جماعة من الغرباء تعيش في مكان واحد، يكره بعضها البعض. الكاروت هو الذي... أجل، هذا الموضوع لا يناسب من في سنه. أرجوك يا سيد لوبيك، إن فرانسوا طفل كغيره من الأطفال ولا يختلف عن زملائه في شيء. أنت مخطئ يا سيدي، وخطأك هذا خلق هذه المشاعر عنده. إنه بحاجة إلى الحب، والوحيد القادر على منحه هذه العاطفة هو أنت. سيد لوبيك، لقد بدأ الاجتماع الآن. تناقشوا بدوني، أنا منشغل جدا. وداعا. وأدرك لوبيك وللمرة الأولى حقيقة الأمر، أدرك أنه المخطئ وعليه يقع اللوم فيما حدث، واختلج صدره بشعور خفي بعد قراءته لما كتبه كاروت. مادلين، فيرس، أين فرانسوا؟ فرانسوا؟ أخبروني بسرعة، أين أجد فرانسوا؟ ماذا بشأنه يا عزيزي؟ أين أجده؟ أوه، سأذهب للبحث عنه، إذا أتى إلى هنا أبقوه في البيت، أتسمعون؟ أنا ذاهب. فرانسوا، فرانسوا، فرانسوا. فرانسوا، توقف يا بني. لا 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 أريد أن أعيش، أنا لا أحب الحياة، لا أحب عادن أبدا. ما هذا الكلام يا بني؟ توقف أرجوك. أقرأ الجميع، أنا أريد أن لن أدعك تفعل ذلك أبدا. يا بني تمهل. استمع لي يا بني، كم كنت أنانيا عندما لم أهتم بمشاعرك. أرجوك أن تسامحني، أرجوك. لا داعي للاعتذار يا أبي. أدني بألا تعاود الكلام عن الموت أو عملي أي شيء يحزنني يا بني. يحزنك؟ وهل يحزنك موتي يا أبي حقا؟ طبعا يا ولدي، إنني أحبك كثيرا، فأنت ولدي. أبي فرانسوا، فرانسوا ولدي، ولدي فرانسوا. كم أحبك يا أبي، كنت أتمنى أن تفعل هذا. أنني أحبك يا ولدي. سامحني ولدي، سامحني ولدي الحبيب. اغفر لأمك أيضا، سأطلب منها تصحيح أخطائها، فهي أمك وتحبك كثيرا يا بني. نعم يا بني فرانسوا، أنا أحبكم، أحبكم جميعا يا أبي. نعم، امسح هذه الدموع يا بني. ماذا تريد مني يا بني؟ لا شيء.